بلش موسم الصيفيه وموسم السفر خاصه، او حتى مش السفر، ايمت بنغيب عن البيت، بنروح ويك اند او بنزور عيالنا واصحابنا برات البيت، وبنوقع بمشكله انه شو فينا ناكل، او اذا الواحد عم يتبع نظام غذائي معين فجاه بيتلخبط هالنظام. فرح نشوف اكثر مع ناتالي شو هي المعلومات والتبس رح تعطينا اياهم له علاقه بهالموضوع. بونجور، هاي تينا، سافا ناتالي، كيفك؟ مش الحال. ولكن قبل ما نبدا بدنا نعطي جواب المسابقه اللي بديناها الجمعة الماضية، لأنه هالجمعة استثنائية ما رح تكوني معنا، ما رح كون هاري الجمعة، صح؟ الجواب اليوم جواب المسابقة تبع شو كان السؤال الماضي. الأول السؤال كان مين من هالشغلتين بتحتوي على مادة اللايكوبين أكثر؟ يا هل ترى هي البندورة ولا البطيخ؟ نعم، شو طلع؟ جاني كثير إجابات وكثير إجابات غلط. بتأمل ابتداء من هالحلقة الناس لازم تعرف انه البطيخ فيه كل 100 جرام من البطيخ فيه نسبة لايكوبين اللي هي مادة مضادة للتأكسد، مفيدة جدا، تقريبا مرتين اكثر من البندورة. 100 جرام بندورة، صح؟ يعني 100 جرام بندورة هي تقريبا راس بندورة صغير، ال 100 جرام بطيخ هي نص حصة بطيخ، يعني تقريبا نص قطعة صغيرة، وعادة وقت اللي بناكل بطيخ بناكل قطعة، سو بنكون عم ناخد مرتين اكثر من ال حلو من اللايكوبين. سو من البندورة بس بتحتوي على هالمادة هي، ولكن البطيخ فيها نسبة عالية من الليكوبين، فإذا هلا موسم البطيخ خلينا نستفيد. الرابحين معنا للمسابقة هن بديع الخوري وزينب مسلماني، دونك رح نتواصل معهم عبر الفيسبوك، واكيد بياخذوا جايزتهم من ليتل جيم بالحزميه. الكومبيتيشن الجديده هي عن المراهقين. أوكي. شو هي كميه السعرات الحراريه اللي ما لازم ينزل تحت المراهق؟ يعني ما لازم مراهق، عم نحكي من اي عمر ناتالي؟ هلا المراهق عاده بتختلف الديفينيشنز، بس بالاجمال عاده ابتداء من 11 سنه، 10 11 سنه لحديت عمر ال 18 سنه. اوكي. سو الاشخاص اللي بهالمرحله العمريه ما لازم يتناولوا اقل من 1600 سعرة حرارية ولا 1800 سعرة حرارية بالنهار. هيدي مرحلة مهمة للنمو. أكيد هيدي مرحلة كتير مهمة للنمو، وأنا هيدا الموضوع حكيت عنه نهار الجمعة، دونك هاللي بيكونوا حضرونا مفروض يقدروا يجاوبوا صحيح. يعني يا 1600 يا 1800 كالوري بالنهار بالضبط، كرمال تيضلوا المينيموم محافظين على نمو صحيح، وأكيد بيكونوا مأمنين لجسمهم المغذيات والعناصر الغذائية اللي هن بحاجة لها. والمشاهدين أكيد عندهم مهلة لنهار الجمعة، نهار الجمعة الجاي، فهيك عندهم قيمات أكثر هالمرة. صح، انا استثنائيا هالجمعه ما رح كون. سو بعرف انه كثير المشاهدين بحبوا المسابقه، مشان هيك اعطينا هلا مسابقه جديده نهار الاربعاء، اكيد بعندهم 10 ايام كرمال يجاوبوا على السؤال. نحن كمان ناطرين اتصالاتكم اذا عندكم اي سؤال لناتالي على 0444444. خبرينا شوي عن الاكل بالفرص. هلا كل الناس بدها كثير، الناس بتلخبط بالصيفيه وقت الفرصه، يا يمكن من يمكن ما منسافر، يمكن منضل محلنا، او حتى اذا غيرنا سيتنج طلعنا على الجبل، نمط الغذائي تبعنا بيتغير كليا. والاشخاص اللي بيكونوا عم بيتبعوا حميه غذائيه معينه، خاصه لننتبه على رشاقتنا وعلى شكلنا، كثير من الاوقات الرجيم بيوقف هون، بيفرط بيفرط اكزاكتلي ونحن بحاجه دائما لبعض التريكس او بعض الهنتس كرمال تنقدر نضل محافظين على ريجيم اللي عم نتبعه، واكيد بدون ما نكون، لانه في لذه كمان بالاكل، صح. ما لازم نلغيها، ولكن لازم نعرف بعض الاشياء شو لازم نعمل اذا كنا مثلا مسافرين او برات البيت او حتى يمكن ناتالي الواحد ما بيكون، يعني مش انه نسيسيرلي عم بيعمل دايت تينزل وزنه، بس بده يحافظ على النظام اللي نحن معودين، يمكن نتروق هيك، نتغدى هيك، نتعشى هيك، بتتلخبط قيمه الاوقات، بتتغير قيمه الماكولات، بتتغير بالزبط. يعني بتاثر على جسمنا وبنحس فيها دغري. تينا انا كثير اوقات الاشخاص بتكون ماشيه تمام خلال السنه، بس تيجي الصيفيه هالاشخاص هاي ببطل فيها تتابع نظام الغذائي اللي هي معودة عليه، صح.
باخر الصيفيه بنكون زدنا 2-3 كيلو مع انه بنكون عم نحاول قدر المستطاع انه نحافظ. ليش؟ لانه مثل ما عم بتقولي في ماكولات جديده، في يمكن ظهرات اكثر. هلا شو شغله لازم، اول شغله لازم نعملها اذا مثلا كنا مسافرين او كنا يمكن فرصه بمحل برات البيت؟ اول شغله لازم نعملها هي انه نحاول ناكل وجبه وحده نحن متحكمين فيها، يعني نحن مقررين شو بدنا ناكل، مش مثلا بمطعم او مفروض علينا الاكل. وعاده هالوجبه هي اسهل شيء تكون هي الترويقه. يعني اذا كنا حتى باوتيل او حتى اذا كنا يمكن بريزورت او يمكن عند اصحابنا الترويقه هي انه نحن نحددها ونحدد شو هي الماكولات اللي لازم ناخذها. هيك بنكون على القليله خففنا نسبه الدهون خاصه والسعرات الحراريه اللي ممكن انه ناخذها. لما تقولي نحددها يعني نجرب ناكل مثل ما عاده بناكل بالضبط او ندخل فيها ناكل؟ اكيد اذا عاده ما بناكل بطريقة سليمة لازم نحسنها، ولكن بالإجمال نحاول أنه يكون في توازن بوجبة الغذاء تبعيتنا. يعني مثلا نحاول دايما أنه يكون في خبز، قمحة كاملة، حليب، أجبان، خضرة، وقدر المستطاع الأشياء اللي بتنقص عادة بالفرصة هي الفواكه والخضرة، لأنه صعب أنه نغسل الخضرة، صعب أنه ناكل فواكه، وفواكه مش دايما سهلة وقت اللي بنكون ظاهرين كل النهار أنه ناخدها. دايما كمان متوفرة الفواكه، متوفرة بالضبط. فينا مثلا إذا بأوتيل نحن نشوف إذا في سوبر ماركت قريب ونشتري فواكه نخليها بالأوضة، هيك بناخذها على القليلة على الترويقة، وإذا ظاهرين يكون عندنا أو سناك سهل. دونك هيدي وجبة نحن بنتحكم فيها خلال النهار. رح ناخذ وقفة سريعة وبنكفي موضوعنا. أوكي. قبل ما نكفي بموضوعنا في اتصال ناطر. الو الو بونجور، صباح الخير، مين معنا؟ سوزان. سوزان تفضلي. بدي اسال ناتالي بليز، كل ما ببلش اعمل ريجيم ببلش ينزل وزني وبوقف، شو الميثود لحتى نحرك هالبلوكات تبع الجسم؟ بعد بعد كم كيلو بتوقفي؟ يعني قد ايه بتخسري وزن؟ يعني بعد قد ايه وقت؟ كيلو ونص 2 كيلو مثلا بشهر، شهر وشوي وبوقف. اوكي ميرسي. اوكي ميرسي لاتصالك سوزان، لان كان سؤالها هو هي بتحاول تخسر وزن، توصل لمرحلة ببطل ينزل وزنها. نعم. شو هو السبب؟ كل الاشخاص وقت اللي بيوصلوا لمرحله جسمهم بيصير يحرق قد ما عم بياكلوا ببطل الوزن ينزل. نعم. لانه دائما في نوع من توازن نحن بنعمله كرمال تنخسر او بالعكس يزيد وزننا. وقت اللي بناكل اقل بنخسر وزن، وهيدي هي الطريقه اللي عاده بنخسر فيها نخسر فيها وزن. واكيد هون بيدخل قد ايه نحن عم نحرق سعرات حراريه. يعني يمكن اللي لازم تعمله سوزان انه ما بعرف اذا عم تعمل رياضه، ولكن كرمال تزيد هالنسبه السعرات الحراريه اللي عم تخسرهم تتضعف، لازم يمكن تزيد رياضه، او ما بقى فينا نخفف الاكل اوقات لانه بنكون وصلنا لمرحله انه عم ناخذ كميه سعرات حراريه قليله ما عم تعطينا كميه المغذيات اللي نحن بحاجه لها. مشان هيك هون الرياضه بتلعب دور اساسي كرمال تنقدر نتخطى هالمرحله البلاتو اللي بنعاني منها. وبصعوبه اوقات في اشخاص وبترجع بتستمر بعدين بنزول الوزن. اكيد يعني في دائما في من دائما بنحاول انه نقيم قديش عم نحرق وقديه عم ناكل كرمال تالبالانس تصير ماينس كرمال تنخسر وزن. دونك بعتقد اذا ما بقى فيها تخفف اكل اللي لازم تعمله دخل هي انه تدخل اكيد رياضه بنمط يوميا. لكن كنا عم نحكي انه بالفرصه او لما نغيب عن البيت اهم شيء نثبت وحده من الوجبات. صح، وحده من الوجبات نتحكم فيها تكون صحيه. يكون اكيد داخلها فواكه وخضره، وخاصه اذا بنكون عندنا نهار كثير طويل يمكن عم نمشي او عم نزور شي محل اكيد بدنا نجوع بوقت معين. سو اذا تروقنا منيح ممكن انه هيدي تضاين لفتره اطول. شغله ثانيه تينا فينا نعملها هي ننتبه وقت اللي بنكون بالمطعم هي السعرات الحراريه بتجي من السوائل. بتجي من الدرينكس، بتجي من العصير، بتجي اوقات من مشروبات كحول خاصه. نحاول هلا اكيد واحد بحب يشرب ويغير اوقات يدوق اشياء جديده، يحاول انه ما يتعدى الحصه الوحده كرمال يقدر غير ايامات يمرق كمان غير اشياء لانه
اوقات السعرات الحراريه اللي بتجي من المشروبات بتتراوح بين ال 150 سعره حراريه ل 400 سعره حراريه. وهذا يمكن اقل كالوريز بنحسب له حساب. بالضبط ما بنحس فيهم. عم نشرب شوب هلا بنفكر انه هو ليكويدز يعني ما فيهم سعرات حراريه. شغله كمان وقت بنكون بالمطعم في اربع اسئله لازم نسالها للويتر. اول شيء كيف انطبخ الاكل؟ لانه اذا الماكولات اوقات في وجبات جديده ما بنعرفها ما بنعرف شو داخلها، نسال كيف انطبخت كرمال تنحاول قدر المستطاع اذا مقليه ولا لا. شغله ثانيه شو هي الصوص؟ نطلب دائما الصوص على جنب. نطلب منه انه بليز ما يحط لنا ابيتايزرز اول الوجبه، لانه الابيتايزرز خاصه اذا كنا كثير جوعانين بناكل اربع مرات اكثر وقت اللي بنكون جوعانين من وقت اللي بنكون مش كثير جوعانين. سو خلينا let's skip the appetizers خاصة إذا خبز مع صوصات إلى آخره. وشغلة كمان كتير مهمة إنه وقت اللي بنطلب طبق نحاول إنه السايد ديش اللي مثلا مع اللحمة يكون خضرة. بنكون بهالطريقة هيدقنا الوجبة الجديدة أخذنا دخلنا خضرة، ما كترنا السعرات الحرارية وانتبهنا أكيد على المشروبات اللي عم ناخدها. فبهالطريقة بنكون وفرنا سعرات حرارية قد ما قدرنا. هلا أكيد بعد في نصايح إضافية بس بعتقد صيف طويل منضل نرجع نحكي عن هالموضوع هيدا. ثانك يو نتالي. نحن لكينا بنشوفك أسبوع جاي. أسبوع جاي نهار الخميس. نهار الخميس. رح ناخذ بريك سريع ومنكفي على لايف.